السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليكم. عايز اقول لحضراتكم ان السيسي امبارح طبعا عارفين الفطار الشهير اللي راح كان بيفتتح حياة كريمة وعمل مؤتمر عظيم وقعد وسط الناس وكل معاهم، وطبعا دي كانت نقلة في حق اهل الصعيد، والاعلام طبعا طلع يتكلم بالليل ان السيسي بيحب الصعيد وهو الرئيس الوحيد اللي اهتم بالصعيد والتنمية اللي حصلت في الصعيد، وقعد بقى يتكلموا كلام كتير على موضوع الصعيد. طيب انا عايز اقول لك مفاجأة، ان السيسي امبارح بالظبط كان في يومين راح، لما اخذ عنك راح يرقص على دماء اهل الصعيد. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ طبعا سيبك بقى من ان هو كان بالليل مزود البنزين والكلام ده كله اللي هو يعني يعلم على مصر كلها بالليل، لكن مش هذه الفكره. الفكره ان قبلها بيومين بالظبط كان في 2 ماتوا و8 اتصابوا، وقعوا في حفره 10 متر. طب ايه علاقه الحفره دي؟ طبعا الموضوع ده في اسيوط. ايه الحفره دي بتاعت ايه وبيعملوا بقى ايه؟ الحفره دي حضرتك كانت محفوره عشان بيعملوا كوبري في اسيوط. تمام، كوبري من كبال السيسي بيتعمل في اسيوط، في 10 او فيها 2 لقوا مصرعهم ربنا يرحمهم طبعا، وفي 8 10 اللي وقعوا في الحفره، 2 ماتوا وفي 8 مصابين، وفي منهم حالات خطر طبعا ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. ده كان امتى؟ كان قبل السيسي ما يروح بيومين، عشان كانوا بيعملوا ايه بقى في الحفره دي؟ عشان عايزين يعملوا كوبري في اسيوط. طيب خليني اقول لك بقى ان الصور اصلا اللي انت هتشوفها دلوقتي تقول لك ان مفيش اصلا تامين لموضوع الكوبري، يعني مفيش حد عامل اي حاجه، مفيش لا تامين ولا في مجلس محلي ولا مجلس مدينه ولا محافظه حتى بيهتموا بالموضوع ده. هم حفروا الحفره ورموا شويه اساسات ومستنيين لما تنشف وبعدين يكملوا. طيب والناس يا جماعه وتامين الناس؟ ما هو ده ادى ان في ناس ماتت، في 2 ماتوا، في روحين كده يعني وقعوا في حفره ماتوا. انت متخيل؟ يعني انت متخيل لو قلت لحد ده في اي دوله محترمه يقول لك ازاي الناس تموت في حفره؟ يعني المفروض يا جماعه انت تعمل حفره يا راجل، ده لو متر واحد بتقعد تعلم تيمين وشمال وتحوطها وتعمل افلام عليها، ما بالك بقى دي حفره بعمق 10 متر وعشان مشروع كبير، مشروع بتعمل كوبري مش بتعمل اي حاجه. فده من ضمن زي ما قلنا الفشل اللي بيحصل سواء في الجهاز الاداري كله ورجاله السيسي كلهم طبعا. زي ما قلنا في النهايه طبعا اذا كان رب البيت بتدفه ضاربهم فشيمه اهل البيت بقى ايه؟ متعرفين. فبس ده الجزء اللي انا حبيت انقله لحضراتكم علشان بس تبقوا واخدين بالكم ان السيسي حبيب الصعيد والصعيد بيحب السيسي، وشويه الهاشتاجات اللي طلعوهم اللجان، الواقع يا جماعه غير، سيبه هو يقول اللي عايز يقوله، لكن في الواقع شفتوا بنفسكم. ربنا يرحم اللي ماتوا ويتم شفاء المصابين على خير. سلام ونشوفكم في فيديو جديد.